خليني اخد حضرتك لوجهه نظر اخرى او طريقه ثانيه، ان مثلا جبت احمد سامي، كابتن احمد سامي طبعا كمدير فني وهو شاب، يعني من ضمن الكلام اللي حضرتك بتتكلمه بتقول ان انا بجيب شباب من تحت السن في نادي سموحه احطهم في الفريق الاول، وبجيب شباب من بره، واحمد سامي بجيب شباب مدربين. أحمد سامي انا متابعه مش اعتباطا انا عامل الكلام ده في الكوره وعامله في الهاندبول وعامله في الباسكت. أوكي. لكن تجربه الكابتن احمد سامي تجربه لابد من الاشاده بيها. انا كنت شايف ان ده مدرب كبير وراجل عنده فكر وراجل صامت وبيشتغل بطريقه يعني تدريبيه ممتازه، ولعبناه 3 مرات وبقالي اكتر من سنتين بتابعه، وانا كنت سمعت عنه قبل ما ابتدي اتابعه. اوكي. وده انا بعمل كده مع لعيبه كتير، لكن مع المدربين فضلت اتابعه بصبر شديد جدا، لان هو طبعا كان في نادي الجيش. واول ما طلع وراح مرن طنطا، واول ما ساب طنطا، اول ما سابها 7 بالليل و8 بالليل و9 بالليل، روح طب واخد كابتن احمد سامي. والناس بقت تقول مين احمد سامي ده مين، او تقول يا جماعه على مسؤوليتي الشخصيه وايه، واحنا نجرب بقى كابتن احمد سامي. طبعا احنا طلعنا مدربين كتير جدا وناس من الاسامي الكبار قوي بداوا تدريبهم، رحله تدريبهم في نادي سموعه، وليا الشرف ان هم سجلوا نجاحات هائله واسامي كبيره قوي، حقيقه اعظم تجارب ليها في نادي سموعه. لكن احمد سامي تجربه مختلفه، تجربه شابه، تجربه مختلفه، ان هو ما كانش ملقي عليه الضوء، ما كانش حد يعرفه، واحد شاطر ومجتهد وبيفهم وهادي جدا، واخد بالك، لكن كان محتاج لفرصه. لما جاء في نادي سموحه مع الايام بتبتدي تظهر هذه، وكل وقت هيمر عليه هتثقل هذه التجربه، وهو يستاهل. لان هو بعد ما نجح النجاح الكبير قوي ده معانا، بتجيله اغراءات ضخمه جدا وانديه كتير قوي. ده مره نادي دفع له قال له هدفع لك 10 اضعاف اللي انت بتاخده في سموحه. 10 اضعاف؟ والله ده حصل. وهو قال انا موجود هنا في سموحه ومش همشي من سموحه، لان انا نجاحي مرتبط بالمنظومه اللي في سموحه. واخد بالك؟ وده يبين لك قد ايه هو ذكي.